من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك المظلومين والهداة المهديين وحجج الله على العالمين والذي وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا عبد الله، كفاني أن ترى في الحسين، كفاني ظنا أن ترى حسين شفتان مروان أضغانها
فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها عشية أن هضها بغيها عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع بجمع من الأرض سد الفجود وغطى النجود وغيطانها فسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى أو تموت نفس أبا العز إذ عانى فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها يرى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها فلما انقضى وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها يا أبا عبد الله ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل
لها فأصبح مشتجرا للرماح، تمر الدماء تحل الدماء منه مرانا، فما أجلت الأرض عن مثله صريعا يجبن شجعانها. تريب المحيا تريب المحيا، تظن السماء بأن على الأرض كيوانا، غريبا 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 أرى يا غريب الطفوف، توسد خديك كثبانها، غريبا غريبا أرى يا غريب الطفوف، توسد خديك كثبانها. يا بناي مخينا شلون نوم نوم عريان عريان ومسلب هدومه يا ابو علي يا ابو علي يا ابو علي خويا من والله من عادي اليوقع بالاكوان ويصير لن الشاب نيشان ويصير لن الشاب نيشان، تهد اخوته وتنسف الجيمان، خويا شاعتذر منك مالي لسان يا ابن ام. انا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذكرنا في الليالي الثلاث الأولى فيما يقتضي إثبات هذه الآية وأن لا مصداق لهذه الآية إلا هم صلوات الله عليهم، وتبين بالدليل القاطع الذي لا يقبل التشكيك على أن هذه الآية هي مقتصرة عليهم وذكرنا لذلك ما يقارب ثمانية أدلة أو ثمانية أسباب جميعها تقتضي انحصار الأمر فيهم ولا مجال لدخول غيرهم فيهم، لأن غيرهم سيكون أجنبيا مخالفا تماما مخالفا لمصداق ذلك المفهوم، مفهوم التطهير والذي جاء على هيئة الإخبار اختلف عما سبقه من الآيات التي جاءت على هيئة الإنشاء، والإنشاء هو الأوامر من الزواجر والنواهي والتي كان محلها غير أهل البيت. قلنا من هو محلها؟
محلها من انتسب إلى النبي الأكرم بالسبب، محلها من انتسب إلى النبي الأكرم بالسبب. لذلك بصريح الآية قالت يا نساء النبي، محلها نساء النبي، أوامر نواهي زواجر موانع اقتضت عليهن اتباع هذه الآيات. ثم جاء كما قلنا، جاء هنا الموضوع واختلف حتى اللحن في الشدة والأوامر، اختلفت هنا إلى اللطف. لاحظوا اللطافة حتى في اختيار الألفاظ، إنما يريد الله وحصرها. وتكلمنا في هذا الموضوع، لكن مجرد تذكر. إذن هذا في مقام الإثبات، وتكلمنا في موضوع السلب، موضوع السلب أن هذه الآية اقتصرت عليهم وغيرهم مسلوب عنها. تعالوا أريد أشير إلى بعض الدلالات. زين، إذا ثبتت هذه الآية، إذا ثبتت عليهم وإليهم، ماذا سيترتب عليها؟ وأنا ذكرت لكم هذه النكتة العجيبة، أنهم يقاتلون ويستميتون في سبيل إدخال غير أهل البيت، وين؟ في أهل البيت، صح ولا مو؟ قتال واستماتة ومحاولة جلب من هنا وهنا لأدلة أو غيرها، حتى يدخلوا مثلا غير أهل البيت في أهل البيت. جيد؟ ولما نأتي إلى دلالة، ولما نأتي إلى دلالة الإرادة هنا، قالوا أنها إرادة تشريعية، لأنهم إن لم يدخلوا ما يريدون سيأتون إلى تحريف المعنى. واضح الكلام؟ وأأكد لك، خذها مني من على هذا المنبر المبارك، خذها مني، كل تحريف في المعنى وقع في القرآن الكريم نتيجة عدم إمكانية الوصول إلى مطمطة هذه الآيات، أو عدم إمكانية إدخال ما يريدون فيه. لما تقتصر الآيات على جملة محددة يأتون إلى المعاني ويحاولوا أن يأخذوها بعيدا بعيدا. يعني بمعنى آخر، هناك تفسير تابع للمصالح، تفسير تابع للفوائد، تفسير سياسي، ومحاولة جلب القرآن إلى الرؤية التي يرونها، لا محاولة قصر الرؤية على القرآن. واضح كلامي؟ يعني أيهما يلقي بظلاله على الآخر؟ القرآن يلقي بظلاله على عقيدتنا، أم أن عقيدتنا تلقي ظلالها على القرآن؟ القرآن الكريم قال الذين يستمعون القول شو يسوون؟ فيتبعون أحسنه. هم ايش قالوا؟ منطقهم ماذا؟ منطقهم إن كان هذا من الله نؤمن له، لا ها؟ لا، فليسقط علينا حجارة من السماء، ما نؤمن. هسه لاحظوا، إن كان هذا من الله نؤمن، مو هذا السؤال الطبيعي؟ لا، إن كان هذا من الله ايش راح نسوي؟ خليه يسقط علينا حجارة من السماء، تعصبهم مانعهم. لكن خلوا التعصب يفيد، تعالوا إلى عقيدتنا. أنا أريد اليوم أن أتكلم في شيء من ما نعتقد بأهل البيت صلوات الله عليه. أولا، ماذا يعني مسألة التطهير؟ قلنا أن القرآن الكريم سيفد إشارة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قلنا هنا تطهير الدفع، يعني دفع عنهم الرجس تماما، ليس كما يدعي البعض، يعني يحاول تشبيه أهل البيت بنا، من قبيل لدينا إذا أراد الإنسان مثلا أن يتطهر يحتاج أولا إلى التخلية ثم التحلية. التخلية هي إبعاد منابع الرجس، تبعدها. بعد ذلك عندما يخلو المكان من منابع الرجس تبدأ تضع ماذا؟ منابع الطهارة.
هذا الكلام لا يليق بأهل البيت، لأن أهل البيت معصومون، ورددنا على الآلوسي عندما قال ذلك تحصيل حاصل، تتذكرون إخواني؟ تتذكرون بعد؟ إذن هل أهل البيت وقع عليهم الرجس ثم رفعه الله؟ ها؟ أيضا هناك نكتة لغوية، لاحظوا في اللغة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ما قال ليذهب الرجس عنكم، ليذهب عنكم الرجس، ولم يقدم الرجس عليكم، وإنما قدمكم، وهذا يعني أن الرجس أصلا لم يصل إليكم، لم يصل إليكم مطلقا. هسه عندي هنا كلام، وهو إذا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم الله بالتطهير بالإرادة التكوينية، أليس يعد ذلك سلبا للإرادة، ويعد ذلك إجبارا؟ صح ولا موسى؟ شو تقولون؟ يعني رب العالمين هو الذي طهرهم، أنتم تقولون بالطهارة التكوينية، يعني رب العالمين طهرهم، فما فضلهم؟ إلهم فضل؟ شنو بعد فضلهم؟ الله عز وجل قال لهم كونوا طاهرين، كانوا طاهرين، فلما قال لهم ومنع عنهم الرجس، شنو فضلهم بعد؟ أوليس يعد ذلك جبرا وسلبا لاختيارية أهل البيت؟ ها؟ نعم، هنا لدينا رد، نرد. لذلك للأسف هذه الشبهة وقع فيها بعض الخواص، هاي الكارثة، وقع في هذه الشبهة بعض الخواص، فلم يستطيعوا أن يقولوا أنها ولاية تشريعية أو إرادة تشريعية لوجود الحصر بإنما، ولم يستطيعوا أن يقولوا أنها إرادة تكوينية، لأنهم تصوروا أن التكوينية هنا تسلب إرادة أهل البيت بعد ما لهم فضل، فيكونوا غير مختارين، فقالوا بوجود أمر ثالث بين هذا وهذا، وهذا الكلام لا نأخذ به، لا، إنها إرادة تكوينية وهي غير سالبة لإرادتهم. هسه يجي تفصيل هذا إن شاء الله إذا صار مجال. هنا بودي أن أتكلم في الطهارة، ماذا يعني التطهير لأهل البيت صلوات الله عليهم، ماذا يقتضي؟ نعم، ثبتت أن الطهارة لأهل البيت، ماذا يثبت لذلك؟ إذا القرآن ذكر أن الله طهرهم تطهيرا، ماذا يعني تلك الطهارة؟ الطهارة هنا دعونا نتكلم في أقسام ثلاث. القسم الأول طهارة الذوات، طهارة الذوات، ماذا يعني طهارة الذوات؟ يعني أن ذوات أهل البيت صلوات الله عليه طاهرة من كل رجس، ذوات أهل البيت طاهرة من كل رجس ومن كل دنس، وإنما هذه الذوات في أعلى مقام التطهير وليس فقط مطلق الطهارة، لأن هذه الطهارة تقع على مراتب، لأنها من الحدود المشككة وليست من الحدود الموطئة، والتشكيك يعني أن هناك شيء وشيء فوقه، يعني اشتراك في الطهارة ولكن نسبة الطهارة تختلف من هذا إلى ذاك. أما بالنسبة إلى أهل البيت فإن تطهيرهم من قبل الله كان في أعلى مراتب الطهارة، فكانت تلك الذوات طاهرة، طاهرة تماما. ماذا يقتضي إذا كانت طاهرة؟ بودي أن أقرأ بعض الأحاديث، ماذا يعني إذا كانت تلك الذوات طاهرة؟ لاحظوا أخواني وأعزائي، جاء في خبر الإمام أو في زيارة الإمامين العسكريين صلوات الله عليهم، وأنتم السلام عليكم من بعد التسليم، السلام عليكم أو عليك يا عنصر الطهارة. أخواني أريدكم تميزون بين نقطتين، طهارة ذواتهم، حقائقهم طاهرة، هذا فهمناه أخواني وياي، فهمناه هذا جيد. بعد
وكل من ارتبط بذوات أهل البيت صار طاهرا بطهارتهم. واضح؟ يعني ذواتهم طاهرة، والارتباط بأهل البيت يعني تطهير ذات المرتبط فيهم. هسه الكلام لما تقف أمام الإمام الحسين ماذا تقول؟ السلام عليك، أشهد أنك طهر مطهر طاهر، وطهر مطهر من طاهر طهر مطهر بعد، وأشهد أن الله قد طهر بك البلاد. لاحظ، الله عز وجل طهر أهل البيت، إنما يريد الله يعني طهارتهم منين جاءت؟ من الله. والارتباط بأهل البيت هو مدعاة لتطهير العباد. هذا كلام. لذلك تقرؤون في الزيارة الجامعة ماذا نقرأ مثلا من بعض مفرداتها؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا. يعني يظهر الارتباط بأهل البيت بعنوانين، دقق وياي. الارتباط بأهل البيت هذه عقيدتنا بأهل البيت، الارتباط بهم فيه جانب التكليف وفيه جانب الوضع. هسه تقول شنو الوضع شنو التكليف؟ التكليف فرض من الله بولايتهم وطاعتهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا ما تطيعونهم كنتم مخالفين لأمر الله. وياي إخواني البارحة خوش شاركتون، اليوم جيد. لاحظوا إخواني، الله فرض علينا طاعتهم لولا، إذا ما تطيعهم جهنم، هاي ما بيها مجال، لأنه إطاعتهم إطاعة من؟ لو أنا أقول له يا ربي ما أرد أطيعهم بس أرد أطيعك، يا با أنا ما أرد أطيعهم بس أرد أطيعك، أنت حج ليه تقول ما يصير؟ هيك يجي واحد يقول، أقول لا ما أريد أطيعهم، يقول مثلك كمثل إبليس. سوى إبليس، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. همين ما قال الله نرد أعصيك، قال أرد أعصيك لو أرد أطيعك، قال أريد أطيعك بس هذا ما أريد أسجد له، أنا أطيعك أريد أسجد إلك إلك أنت، هذا ما أريد أسجد. لذلك بعض الزنادقة ماذا قالوا عن إبليس؟ قالوا إبليس هو المثل الأعلى في التوحيد، لأنه أبى أن يسجد إلا لله. شايف هذا الضحك على الذوق، هاي أكو بسطاء تمشي وراهم، ما أدري بالكم. لاحظوا أخواني، الفرض الأول هو الفرض التكليفي، يجب إطاعة أهل البيت، إني تارك فيكم الثقلين طيعوهم، ما إن تمسكتم بهما لن وضع. الأولى تكليف، الثانية الوضع. ماذا يعني؟ يعني ماذا يترتب على فعل الحكم وماذا يترتب على ترك الحكم؟ أولا هذا الفعل واجب. خلي أضرب لك فد مثال صغير إخواني، خلي أضرب لك فد مثال إخواني. إنسان مثلا يفرض عليه عدم فعل حرام، هذا الفعل الحرام لا تسوي، ويشترط الفعل أن يكون ناتج من إرادة. فد واحد يأتي أجلكم الله إلى الخمرة يشربها، حرام لو مو حرام؟ حرام لو مو حرام؟ حرام. انتهت مسائل الحرام، لو يترتب شيء ثاني على الخمرة ماذا يترتب؟ بعد نص ساعة شيء يصير به؟ يدوخ مو؟ هذا لاحظوا هذا الوضع. مثلا إخواني ماذا يترتب على العقد؟ عقد الزوجة، أنا أعقد على زوجتي، يترتب حكم وضعي، ما هو الحكم الوضعي؟ حليتها لك، يعني هناك وضع ترتب على أمر ما،
الفرض الأول طيعوا أهل البيت، ما تطيعونهم، إذا أطعتوهم أطعتم الله، إذا ما أطعتموهم عصيتم الله، ترتب العقاب والثواب. زين الحكم هذا التكليف الوضع ماذا يترتب عليه؟ إن أطعتموهم تطهرت نفوسكم، إن أطعتموهم زكيت هذه النفوس. لماذا؟ لأنهم هم عنصر الطهارة والتطهير، تطهيرهم من الله وهم طهروا العبادة. هم بمعنى آخر أفاض الله عليهم تمام التطهير وترشح التطهير من ذواتهم ومن معرفتهم إلى الخلائق. فبمقدار معرفة أهل البيت يتحصل تطهير الإنسان، وبمقدار التطهير إيش قد عرفتهم وأحببتهم وأطعتهم تحقق عندي مقام التطهير. إيش راح يترتب عليه؟ أكو وضع ثاني لو ماكو وضع؟ نعم. ما هو الوضع الآخر؟ لا يمسه إلا المطهرون. فمقدار نيل القرآن مترتب على مقدار معرفة أهل البيت، لأن معرفة أهل البيت تحقق لي الطهارة بنسبة المعرفة، فإن تحققت الطهارة بنسبة ما أدركت معاني القرآن بتلك النسبة. ما أدري صار واضح. شوفوا إحنا لما نوقف أمام الحسين، مو الموضوع أنه فد رجل في التاريخ وجاي نزوره، فد مثلا صحابي مظلوم، فد قضية جنائية ونتأثر، هذا التأثير. الآن أنا أسألك، أنت تنقاد إلى الحسين؟ خب إحنا ننقاد للحسين بعقل لو لا؟ لأهل البيت ننقاد بعقل لو لا؟ بس العقل؟ عافية القلب. هذا القلب لماذا؟ هذا القلب كلش رايح لأهل البيت. ليش هذا القلب ميال لأهل البيت؟ ميال، ها؟ يعني هسه جنابك الكريم مثقف واعي إلى مستوى قاري كتب وتعرف الأدلة، أكو ناس ما عندها هاي الأدلة، صح؟ دفنك تميل عن عقيدة، قطع إربا بس ما تقدر تميل عن عقيدة. منين اجى هذا؟ شنو السبب؟ السبب طهارة القلوب اندمجت بطهارة أهل البيت. واضح كلامي؟ هذا التطهير. أهل البيت نعم ويطهركم تطهيرا، أهل البيت محل تطهير الله، مو هذا كلامنا بس، كلامنا أن الارتباط بأهل البيت محل للتطهير. ما أدري لاحظوا المعنى قد كبير لأهل البيت. زين اللي يبغض أهل البيت خب لا طهارة له، لا طهارة بعد الكلام، ترى ما خلصان. تأملوا معي إخواني، بعدني في المقام الأول، هنا ثلاث مقامات أريد أذكر أنا، مقام تطهير الذات وتطهير الصفات وتطهير الأفعال، ماذا يترتب عليهم إخواني؟ من هنا اختار الله لأجل طهارة أهل البيت، اختار لهم طهارة الطين. اختار لما خلقهم، خلقهم من أطهر الطين، كما أنه لما خلق الطواغيت، لما خلق الكفر والظلمة، خلقهم من أين؟ من سجين. خلقوا هؤلاء من أطهر طينة عليين، ولما خلق الكفر وأعداؤهم منين؟ من طينة سجين. لاحظ، إذن نعود علماً إلى بدء الخلق، إلى الطهارة، أن الله خلقهم من أشرف وأطهر الطينة، هذه طينتهم هي الطاهرة المشرفة، لأن الله إن طهرهم طهرهم بكل شيء، ومنها خلقوا من أطهر الطينة عند الله. واضح أخوان؟
لاحظوا فيما ورد عن علي بن الحسين صلوات الله عليه: إن الله خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم وخلق قلوب المؤمنين. أريدك تركز ويا هذا الحديث، تركز شوي. وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، واضح؟ وخلق أبدان المؤمنين من ذلك، وخلق الكفار من طينة سجين قلوبهم وأبدانهم. راح تنحل عندك في الإشكالية. فخلط الله بين الطينتين، فمن هذا يلد المؤمن الكافرة ويلد الكافر المؤمنة. ما عندنا يأتي إنسان طاهر من واحد كافر، ما عندنا بعض أعداء أمير المؤمنين كان أبناؤهم من أخلص الناس لعلي، صح ولا مو صح؟ من سن سنة الظلم لأهل البيت خرج من صلبه من كان مع أمير المؤمنين. فخلط الله بين الطينتين، فمن هذا يلد المؤمن الكافرة ويلد الكافر المؤمنة. بعد: ومن هذا يصيب المؤمن السيئة، ومن هنا يصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلق منه أو خلقت منه، وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه. شايف مرات تشوف هذول الكفر الكذا أعداء أهل البيت عندهم حسنات لو ما عندهم؟ منين جت هاي الحسنات؟ لأنهم خلطوا طينة بطينة. وأحيانا المؤمن من أتباع أهل البيت تطلع عنده أشياء مو زينة، واضح كلامي؟ هذا ما يسمى بحديث الطينة. هسا هذا الحديث مفصل، أنا ما أريد أدخل في كل تفاصيله وأجيب كل رواياته، ولكن اسمع هذه الرواية: دخل رجل على أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إني أدين الله بمحبتك، إني أدين الله بمحبتك في السر كما أظهرها في العلانية. ماذا قال أمير؟ قال: كذبت والله، فإن اسمك ليس في الأسماء، ووجهك ليس في الوجوه. يا أمير المؤمنين، يا أسماء يا وجوه، يظهر يقول أمير المؤمنين: نعرف شيعتنا بأسمائهم وأسماء آبائهم. من هنا ورد هذا الحديث اللي كلكم حافظينه: شيعتنا خلقوا من، جيد جدا، من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون. هسه نوقف لنا شوي لو نعبرها. يفرحون لفرحنا دلالة على أنهم خلقوا من طينتنا، شبيهم يفرحون ويحزنون. زين، اللي يفرح لحزن أهل البيت؟ خب بعد هذا شنو؟ يفرح لحزن أهل البيت. فد واحد يوم العاشر من المحرم، يوم العاشر يوم المصيبة، يقول لك: مبارك عليك يوم الظفر. الله، ظفر بمن؟ ظفر بقتل الحسين ورفع رأس ابن بنت رسول الله. أما نحن يوم العاشر هو يوم مصيبتنا. لذلك يا أخواني، بين قوسين، يعني السائل اللي يحب يأخذ بيها، اللي يحب ما يأخذ بيها، يعني عتب عتب أنا أقول فيها. يعني مرات نشوف يوم العاشر بعض الناس يعني في الظاهر، هسه في الباطن نعم هو متأثر بأهل البيت بالحزن، لكن في الظاهر أخواني، حتى أشكالنا لازم في الظاهر ما حاجة يوم العاشر جايني متأنق،
يوم العاشر والأناقة والوضع ما يصير هذا يوم حزن أهل البيت، يوم الحزن. احنا عندنا بعض الناس أنا شايف يوم العاشر يمشي حافل قدمين، قال ما يخلي على راسه، من كبار من أهل الفضيلة من أهل القيم من أهل الدواوين الكبيرة، فريضة عند الناس نسميه، يقول ما خلي العقال على راسه. ليش؟ قال اللي عنده فاتحة، احنا عندنا فواتح، احنا ما نلبس عقال، لف شماغ، فكيف بعزاء سيد الشهداء حسين، قتل الحسين لا يعني شيء عندنا. فلاحظوا أحبتي بالنسبة إلى الطينة أن هذه الطينة، ولكن لاحظوا أن الارتباط بأهل البيت يعني تطهير النفوس، تزكية النفوس. لذلك يرد عندنا استحباب كثرة ذكر أهل البيت. شوفوا يا أخواني، خلينا شو نشبهها، هذه شبكة التطهير، شبكة هذه بدأت هذه الشبكة من الله، أصلها عند الله، طهر أهل البيت، ثم من فروع أهل البيت انتقلت، يعني أن المسؤول المباشر عن تطهير أهل البيت هو الله، والمسؤول عن تطهير الناس أهل البيت بمقدار الارتباط بهم. هسه هذا الكلام لربما شوية يكون معجم، شوية يكون مقتضب، شوية يحتاج إلى بيان أكثر، لكن سأترك البيان إلى تطهير المقام الثاني وهو مقام الصفات. لاحظوا في مقام تطهير صفات أهل البيت صلوات الله عليه. إذن هذا في محل المقام الأول. هسه ما أدري يعني قضية الطينة واردة في القرآن لو ما واردة. القرآن مرارا يذكر أن الله من أين خلق الإنسان؟ من طين، صح؟ إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين، صح ولا مو صح؟ هذا الكلام رب العالمين خلق الإنسان من طين، هو الذي خلقكم من طين، في آية يقول من طين لازب، وهكذا طين. لذلك يقول كل لكل وجهة هو موليها، لكل هاي الوجهة منين جت؟ منين؟ من الأصل والطينة. هذا الكلام هم أريدك تشكل علي، ما أريدك بس تسمع لي، هم أريدك تقول لي ليش هذا من طينة وهذا من طينة، حتى يتبين هل هناك جبر؟ لا، وإنما الخلق هذا من طينة وذاك من طينة حسب بعلم الله، اللي إن شاء الله اللي هو المحور الثاني من الحديث، وأعتقد ما أقدر لأنه الآن فاتت أكثر من 43 دقيقة. المحور الثاني وهو بيان اختيارية أهل البيت مع وجود التكوين وإرادة التكوين في التطهير، سيتبين الموضوع بشكل واضح وجلي، لأن الله لا يظلم العباد، وما كان الله بظلام للعباد، الله ما يظلم أحد حاشا. لاحظوا طهارة الصفات، أن صفاتهم طاهرة، طاهرة هذه الصفات، ليس فيها ما يشوبها، ليس في صفات أهل البيت، ليس في صفاتهم احتمال من مليارات الاحتمالات، ليس فيهم شيء من الدنس، وإنما كل صفاتهم طاهرة، في صفاتهم كل ما فيهم طاهر. أخواني هذا الخلق، انظروا في الخلق، هذا الخلق يختلف في نسبة الطهارة، نسبتها اعرفوا، خلوا في أذهانكم أن أعلى مقام الطهارة بالنسبة إلى كل الخلق هم من؟ هم رسول الله وأهل بيته. هسا أخواني لما نقول أهل البيت، البعض يجوز يبدي يلوغت، نقول إحنا يفرفر برأسه، لووا رؤوسهم، لا، لكن غصبا ما عليهم معهم من؟ رسول الله، وياهم رسول الله، إنهم مني وأنا منهم، علي مني وأنا، حسين مني وأنا،
وأنفسنا وأنفسكم. وفي مقام ذكرت لك قبل ليلتين في مقام الأخوة علي أخي في الدنيا والآخرة وهكذا، ما بيها مجال. لذلك يرد حديث عن الإمام الرضا يقول: لا تعجبوا من أمر الله، محمد أنا وأنا محمد. ثم اللهم صل أولنا محمد يقول، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، بل كلنا محمد. تعالوا إلى مقام طهارة الصفات. قلنا يا إخواني أن طهارة الصفات كلما كان الإنسان طاهرا كان أقرب إلى الله، صح ولا مو صح؟ أنا لما أتكلم لك أنطيك قاعدة كبرى، قل لي هاي القاعدة تمشي عندي لو ما تمشي. تقول لا تجيب لي قاعدة وتمشيها وتريد تستنتج من خلالها. لاحظوا، كلما كان الإنسان طاهرا كان أقرب إلى الله، صح ولا مو صح؟ فضل أنا أقول لك صحح الخطأ إن وجد، صح ولا مو صح؟ هاي القاعدة أكو أحد يختلف فيها؟ لا يختلف فيها، العقل يقول فيها والقرآن يقول فيها وكل. كلما كان الإنسان طاهرا كان أقرب إلى الله. فلا شك أن الأقرب الأقرب إلى الله هو من؟ هسه قبل لا تقول لي محمد قل لي، جاوبني على القاعدة. كلما كان الإنسان طاهرا كان أقرب إلى الله. إذن من هو الأقرب إلى الله؟ أكثر الناس طهارة، مو هيك الكلام يقول؟ فالأقرب إلى الله هو أكثر الناس طهارة. وعندما نأتي إلى القرآن يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. بمعنى آخر أن تطهير أهل البيت صلوات الله عليهم كان بفيض من الله لا بتوسط أمر آخر. أنا أريد أطهر أمر وأنت تريد أن تطهر أمر، وكل الخلق لا بل حتى الأنبياء لما يباشروا تطهير أمر تطهيرهم مثل ما لو أن الله أراد التطهير. هاي شلون هالقاعدة بعد هم تراد؟ شو تقولون؟ أنا أريد أطهر، يعني بمعنى آخر مهما تكون إرادة المخلوق فهي تصل إلى إرادة الله؟ خب لا نقاش في ذلك. فكيف إذا كانت إرادة الله بتطهير محمد وآل محمد؟ بعد أكو طهارة مثلهم؟ إخوان القرآن مثلا يقول هناك طهارات تختلف. الله جعل الماء شنو؟ بس طاهر؟ هذا الكلام. طهارة أهل البيت الذي أفاض الطهارة هو الله، فكانوا طاهرين مطهرين كالماء. الماء طاهر في ذاته مطهر لغيره، فطهارة أهل البيت من الله وهم يفيض التطهير على غيرهم من الخلق. واضح الكلام؟ صفاتهم الطهارة، فهم أكمل الخلق وأجل الخلق وأبهى وأسنى وأكثر المعرفة بالله تعالى، فهم أطهر خلق الله تماما. وكلما كان الإنسان ذا صفات عالية ومرتبط بأهل البيت ينتسب إليهم. من هنا ماذا قال رسول الله في سلمان؟ سلمان منا أهل البيت. شلون صار سلمان منا؟ شلون صار من أهل البيت؟ صار من أهل البيت لأن سلمان تطهر بمعرفة رسول الله وأمير المؤمنين، لأن سلمان اقترب إلى أهل البيت، لأن سلمان عرف من هو رسول الله. فكان سلمان منا. خب مو بس سلمان، عندنا روايات أبو ذر منا أهل البيت، عمار منا أهل البيت،
لدينا روايات أيضا في أن هؤلاء الثلة المعروفين كانوا مرتبطين بأهل البيت. بعد أكو أيضا من أهل البيت منهم؟ كل أصحاب الحسين يوم عاشوراء كانوا مرتبطين بالحسين، فكانوا يمثلون الحسين صلوات الله عليه. لذلك شوف الإقدام اللي عند الحسين، الإقدام. أكو واحد من أصحاب الحسين متردد؟ أنا ذاك. لو كلهم كانوا عندهم إقدام، الصدق عند الحسين ماذا كان عندهم؟ الإيثار ماذا كان عندهم؟ فكانوا عبارة، وكأن الإمام الحسين صلوات الله عليه يعكس بأنوار قلبه في أشعة، هذه الأشعة هي أصحابه، فكان أهل البيت عبارة عن إشعاع نور قلب الحسين صلوات الله عليه. لذلك هم من الحسين، من الحسين. بعد وأين دفنوا؟ مع الحسين، عند الحسين، مع الحسين صلوات الله عليه. وارتبط ذكرهم بمن؟ مع الحسين. من هنا تسمع الإمام الصادق صلوات الله على الكلمة هذا الغريبة العجيبة اللي حاول بعض العلماء ينطيها أبعادها، عجيبة والله الكلمة. الإمام الصادق يقول لأصحاب الحسين لما يزورهم ماذا قال؟ بأبي أنتم. عجيب، شنو بأبي أنتم؟ أبوك من أيها الصادق؟ الباقر سلام. يريد أن يعظم، يريد أن يبين عظمة هؤلاء. الإمام الرضا لما يسأل عنهم يقول ما جاء إلى الدنيا مثلهم، لا يقاس بهم أحد من الأصحاب مطلقا. كانوا شنو؟ لأنهم ارتبطوا بطهارة الحسين صلوات الله عليه. لاحظوا إخواني، وجعل معرفتنا كما قلنا بكم زكاة لأنفسنا، زكاة لأنفسنا. إذن الارتباط، أهل البيت طهارة صفاتهم فهم الأقرب إلى الله، والارتباط بهم أيضا يبدأ الإنسان يطهر صفاته. شوفوا طهارة الصفات إخوان، انتبهوا شوية، طهارة الصفات. لذلك السير في خط الحسين شفناها بعيوننا، هذه بعض الناس لم تكن قريبة من الدين، والله مو يم الدين. من تقول له صلاة يضحك عليك، من تقول له صيام يضحك عليك. وبعض الناس تشوفهم أنهم ارتبطوا مثلا بخدمة الحسين، ذهاب إياب زيارة نضحك، هؤلاء هم دخل يصلون أول مرة. ما أن تمر عليهم أيام سنة كذا تجدهم من أكثر الارتباط بالله بالصلاة والصيام. هذا واقع شفناه، أنا مريم شفناه بعيون. لماذا؟ لأن الحسين طهرهم، معرفة الحسين أفاضت أجادت عليهم بالطهارة. لاحظوا إخواني، لذلك لاحظوا إخواني ماذا يقول الإمام الصادق. العبودية جوهرة كنهها الربوبية. ماذا العبارة؟ نقدر نفككها شوية يعني. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، بمعنى أن هذه العبودية، عبودية القلب وعاء للعبودية، والعبودية مرآة لمن؟ للربوبية. بمقدار ما كانت عند الإنسان عبودية، هذه خلوها في بالكم في بحثنا عن رسول الله، هواي نحتاج العبودية، يعني ليلة الشهادة لربما هواي نحتاج مسألة العبودية. إذا ثبت لرسول الله أعلى مقامات العبودية ماذا يثبت له؟ فيقول هذه القلب، القلب هو وعاء العبودية. والعبودية ما هي؟ العبودية عاكسة مرآة للربوبية. صلوا على محمد وآل محمد. أريد نجاته ويريد. لاحظوا إخواني هذا الكلام، التطهير،
تطهيرنا وارتباط صفاتنا بصفات أهل البيت. مرة إنسان عنده استعداد يأخذ من أهل البيت ويسمع عن أهل البيت، ومرة لا، هذا حده ما يقدر، توقف ما يقدر، موانع، صوات، أكو أشياء الصدة. تبدأ النفس تقول له يا معود كذا يلا، هذا هو الواقع يعني بصراحة. فلا، لاحظوا أخواني، يقول الإمام الصادق: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. هذا كلام الإمام الصادق صلوات الله عليه. إذن هل تكون العبودية من دون البراءة؟ فأصل العبودية أن تتبرأ من أعدائي، أصل عبوديتك لله أن تتبرأ ممن؟ من أعداء الله. والارتباط بالولاية لأهل البيت مبتن على البراءة منين؟ من أعداء أهل البيت. ليش؟ لاحظوا كلمة التوحيد ماذا يقول القرآن؟ لا إله، لا إله، كلمة سلب، هاي سالبة، لا إله، أنك تتبرأ من كل، لا إله ثم إلا الله، يعني إثبات الإيمان بالله متقدم، لماذا؟ يتقدم عليه إنكار ما سوى الله. والولاية، الولاية لأهل البيت أن تتبرأ من أعداء أهل البيت وممن نصب العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم. أكتفي بهذا المقدار. صلوات الله على أهل البيت، صلوات الله على من عرف أهل البيت. الإمام الصادق يقول: وصل ألا وصلى الله على الباكين على الحسين، لأنه يعرف أهل البيت، يعرف الحسين صلوات الله. بعد ما جاءت زينب صلوات الله عليها إلى كربلاء، ورجعت زينب بالعيال واليتامى صلوات الله عليها، بعد وين رجعوا؟ إلى المدينة. ومن لي في ال... مش باقي أحد بالمدينة. ها يا أم المصائب يا زينب، أكو أحد ينتظرك بالمدينة؟ زين العابدين قال: يا بشر رحم الله أباك كان شاعرا، فهل أنت شاعر تجيد الشعر؟ قال: بلى إني لشاعر. دخل بشر بن حذلم أمامهم ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدم أي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. طلعت الناس، اجتمعت الناس، دارت حول بشر، هذا ينادي، ذاك يصرخ، ذاك يصيح، صارت الضجة. يقول: طلعت ام عباس من طب الضعن، ويا سمعت ام عباس من طب الضعن للمدينة، وبشر بن حذلم علن، بويا زينب بلا أهل ردت للوطن، ورايا رايا رايا فوق الراس ما منشورة، يا برايا فوق الراس ما منشور، الزليم تركض الصوب العليل، والنسى على النسى ضجت بالعويل، تركض وتوقع غدت أم تشفيل، ويل تصيح يا بنت فاطمة ماجورة. ما أطيل عليك. وصلت أم البنين، لما نظرت أم البنين، وين الناعي أين الناعي؟
صاحت أيها الناعي ما الخبر أين الحسين؟ شنو اللي صار؟ يقول قامت معباس بالغبرة وتقع تصيح بسك يا بشر قلب انشلا يا بقلي قلي يا هولي بزين برجع اقبب اليم البدر ونجومه. سولف لي وين الحسين؟ قال هذا منو اللي تسأل؟ قالوا له أم البنين. عجيب. يقول نزل من جواده أبيات كلكم حافظيها، يقولها عظم الله جريك بجعفر وعان يا بدقل الكل فده لحزين يرحو وعبد الله غدا وياهم فرد كون تقل الفخر ريحانة المختار. سولف لي عنه يا بيقل انشت العباس انشت العباس بلش تقولي التوت وصاحت قل بقرة العين اوف تقل انا ما نشتي عن بنيني أنا نشتك عن حسين وضوى عيني. لا تسولف لي عن أولادي. يقول لما عرفت أم البنين ركضت إلى جهة زينب اتعدت أم عباس من زينب شد النسوان ياهي هالمرة يعني زينب ها كثر متغيرة وها كثر من السفر مقهورة. يقول هي دلت روح بأم البنين يما حقك لو علي تناشدين 18 وقبال عين مجزري وانا من بلد البلد ميسورة. زينب إيش سووا أولادي؟ زينب ادقل هلا يا أمي يما إيش تقولين؟ ثلاثة عام من أخوة الطيبي ها زين أولادك؟ تقلها زينب أنا نجدك على راعي المحن بويا أنا نجدك على راعي المحن ياش قل الخوات من خن يا بين شايانكم يوم وأنا نجدك على يا 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 نشدك على راعي المحن شقل الخواته يا بمن خنا انشانكم ما راضين عنا روح كربلا وعات بنا وحرم حليبي الشرب منه. حكت عنك في الهيامة حكت وبين كلمة وكلمة حنت لو بجت حجت لما حيل أناد وانت جايت. يقول هنا أم البنين توجهت إلى كربلاء ارتاحت روح أم البنين هدأت روحها سكنت روحها. تقل لون كان
يما يا يما يا يما أبو علي يما يا يما بحليب بهالوفا جان بعد ربيت لك يا حسين بويا خوان خوان تقل انا جبتهم جبتهم اولاد من النجاب انا جبت بويا وعلمتهم يما وعلم حبتك يا ابو اليما علمتهم. بعد يقول بيت الدعاء التفتت اليها زينب تشكر ام البنين تشكر هالتربيه تقلها يما حاشا يصير مثلك مرتب وفايا وفايا وتخلف هيك اخو يما ما تقلي صدرت شكو يلي جبتي هالأخو مشكورة. قول يا أم البنين تقول يا ناس كل أدعب الأولاد الأولاد والله الأولاد وأنا بديتك وأنا بأربعة بديتك يا أبو السجاد مسقوع سالم للوطن راد يا يما يا يما يا يما بمحمد وآل محمد وفقنا لمراضي جنبنا معاصيك شافي وعافي كل مريض رد كل غريب اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين عجل لهم في فرج إمام زماننا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته اللهم بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين ولأمواتنا وأمواته شيعة أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.